ومناسبة قلين تبين تدفع هذا الصدحات صورة ما يستطيع آخرس كي قد لقد عربيقا مراكز معاد بن تبيل مقال دارقيسا أرديدا أو هاتن ترودو دو أقاري سو سيديتن يشان أردي سوغنا تيرا قبل يويل الأياسا كمناسبة هذا بغران لوغو قبتي هول كيرال مقال دارقيسا وحنا مناسبة نسو بحدا في علماء الدين وحقرد أقويان والدين يا أردي ذاك لدوانا كعلم قاتام وحنا مدرشان يوسيدقان كوبلا متفري مامول كسري مراكز معاد بن تبيل شيخ حامد محمد عبد حسن كاسو كور بحيا أساس كي وليبا مراحش كلا دوانا وصو مري مراكستن إيا وليبا دفعادن هاتن كقلين تبين إيسا مناسبة داني وحنو فردنا قيبتا أخرس كي قرالك مراكستن معاذ بن الجبل قيب كم إذا جادي دمسي أخرس كي قرالك أردي إذا سو تردو دا إتهاي شنية سديتن أردي كواسو سكوشي رحب ليا إنمو وينو دعين إنا ويسود دالين إلى هنا سبحانه وتعالى هكوان فعو وحن كسو قبان قنانة يا محل علين تيدا وحصو صاري شنية سديتا كاردي إيمانتا لميه هجادي أخرسكي قرالك معلمين شرف لي ورقية دمربك كوان إلى سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك هقدرو تهديقو ديد دالك أنا وي أركي يعني مروهو دي وكوان مانتا قرانا إلى سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك هقدرو وحصدوا كلا أرديدا كلا دواني هاتن كقل انتبية يوليبا أرديدا وحكا برات مراكز تناي صوب بندقا انتي مناسبة دو سعوتي بندقا قونا دي يوليبا أقونت كلا دواني كسو قاتي مراكز تودني مسوليتي قيمة بدناي مدرشاني كال دي كم دا هايين علماء الدين وحقر الصلاة ديني يوليبا والدين هادو قيمة سريا أيا كلمة دا يكو دي رقلين ايان دا دا يرى صورة ما يستطيع أخرس كي قادة لقادة عربي قونا قد بيسام حفتقا قرآن كريم كأسو تشيدي كلمة دا يكون دي رجلين أيان وحنا مسؤولين تنادى اللذو ذي كم إذا ها قرآن كريم كبرشد يس بريتانك سوى أرن آدي أدوي وقيمة علوصل وحلاقي يا با إن دقت كقار كود ولفظ هذا والله قد يقول مدارس التحفيد كا ما لا مركز وحوي مدا إسكول كل جس وعيو ما أرضي ذا يرير بالله قال لي قرآن كبرشد هذا وحنا له والد كردالي أرضي ذا سي هدور قرآن كبرن أو أون الدين تبرنين أرضي داسي وحبرشاد أو ميل ميل لشجع جاري مايل وايا كرميرها كوادي يا معلم كوادي دبج لي يا وادي كوالدو وين ضادو برتا أريج عمرك وجوه الرئيس أرضي ذا يرش رفت بدن أوبحاء إلهي تبارك وتعالى كتاب كيس برنايا الباب كي وجوه الرئي القراءة والكتاب الدمية لهم بليه هم بليه هم بليه وحليدين كبه هي دلال بليدين كبه هي هي إن تشقوا رأسن قبته واحد كو قرر يسار أرضي واحد ددي ديني مدي الشيخ لا الشريف لا السلطان لا وحق خير بدن دتك أو وقو قيمة بدن وأقف إلهي كلامك سبرتي تبارك وتعالى دتك كرنا السيبرية ولي جيبا أمان أنو لهين ما دحيس هسار بروفيسور هلا قو شيءه بي إتش دي هو ده هلا يراهده أقويه هلا قو شيءه أقويهنك إلهي بأستيه تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجزا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن وحويا كتابة ذي قراءة الله إلا سيحوتيو وهو يد اسكت يد المهن فريسي سو هل كيف فريسي لهيد موبيل أما شاشات لهور فريسي لسكا مسيلا ملا وحي في عن إن إلمه بقاك تلصو صارو وحي لبري إلا را قر أو أخري أو فرصد لسيا للفرستا مركا والد كموح الله يا هاي إلهي سبحانه وتعالى وحوك سيا أولاد أولاد أسو أولاد قيمة بطن وحبلية إن مبالي أولاد أسو حتى أنا إلهي سبحانه وتعالى دنكي وناكسنا يدو كوافة تشيئو حق الدين تهدو كفا إيديسي مركا نعموين فربضان وين بل هذا أولاد إلى هيك سيئي ومسؤولية وين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لأن أولاد داسوا إلى هيك الراعي تربية دودة يا وناك دودة يا أخلاق دودة يا قون دودة إيوه ربي سبحانه وتعالى سياد وحر إلى هيك نمع هذا إنه ما أنتهى السنة كل كدتك توبتك أنه بعدك الله دقيقين ولبا إلى إلهي وطايب أيوه إلهي إني معذر سوكلا سيئا لكن محل الدنيا
إلا جو حمديو آدي آدو حنقو حنبلينا يا أرضيدان يرير هل كان كقلي تشبين إيسا هذا ما يصير قراءة إيو قرآن كا أنتي وواحد الله فرها وهرمر لجاري واحد شرتي حليه أن لطيديو قف فاتح يقانا قف ما قرأك وحنك يقانا ما أنت هالك ينمرينه إلهي سبحانه وتعالى أن واحد الله ما هن قوي أن واحد الله قدر تما وين كل مرة يعين قراءة كل قدر تما قراءة العشرة waxaa la marayaa in wala qasiid horeyn doono halkaana waxaa la marayaa in quraanka saacad lagu dhameeyo gunaanadkii munaasabadan markii la soo gaaray waxa munaasabadan la maamusay ku dhawaa 85 arday soo dhameystay akhriskayga da luqada carabiga kuwaas oo ahaa dufcadii ugu badnayd ee soo martay maraakiista Mucaad bin Jabal ardaydan ayaa muddo aad u kooban ku soo bartay akhriskayga da luqada carabiga maamulka ayaa siiyay shahaadooyin iyo waliba hadiyada aad u qiimo sareeya sidoo kale madashan waxa la maamusay maamulka macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga maraakiista Mucaad bin Jabal oo u taagan sidii ubadkani ay ugu barbaarin lahaayeen diinteena suuban hibsariyan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha tacwada isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobilkaaga gacanta aad kala socon doonta warbaahinta nolosha islaamka